سلام البنات، كي دايرين؟ بخير صافا؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ الفيديو ديال اليوم غادي نديرو فيه كونفيتور ديال فريز. غنحتاجو فيه كيلو ديال الفريز، نص كيلو ديال سنيده، كاس ديال الماء، جوج معالق ديال عصير الحامض. غنغسلو الفريز ونحيدو ليه ديك القشره ونطلقاو من بعد. دابا البنات، من بعد ما غسلنا الفريز حيدنا له هذيك الشلفه الخضراء اللي كاينه هنايا، نقينا حيدنا داكشي البلايص اللي ما نافعينش ما صالحينش. غادي نشدو نقطعوه دواور في الطنجره ونتلاقاو من بعد. ودابا البنات، من بعد ما خلطنا سنيده مع الفريز مع عصير الحامض مع الماء، كاين جوج ديال الاختيارات. كاين يا اما نخليه من الصباح، الا درته في الصباح نخليه من الصباح حتى الليل، عاد نشعل عليه واحد 45 دقيقه على عافيه مهيله، يا اما نديرو النيشان على عافيه مهيله. ولا درناه بالليل عاوتاني نفس الشيء، نخلو حتى لغدلي عاد نشعلو عليه على عافيه مهيله. المهم بجوجهم، بجوجهم كل واحد فاش كيرتاح وكل واحد كيفاش كيدير ليه. الا كنت زربانه انا كنشعل عليه سور بلاس على عافيه مهيله بزاف، ولا ما كنت زربانه كنخليه يرتاح. مثلا درت هكا درت هكا الشيء في الصباح، نخليه حتى الليل عاد نشعل عليه على عافيه مهيله، حتى داك تطلق مزيان ديك سنيده، تطلق السيرو ديالها مع الفريز مزيان. وتذكروا انه العبار ديال السكر كيكون نص ديال العبار ديال الفريز. الا كان كيلو ديال الفريز كنديروا نص كيلو ديال سنيده، جوج الا كان جوج كيلو ديال الفريز كنديروا كيلو ديال سنيده. المهم السكر كيكون نص ديال الفريز، لانه الا كثر كيؤدي للتبلور ديال السنيده، يعني الكريستاليزاسيون، كيتكريستاليزا بحال ملي تيبرد، ملي تيبرد تيولي بحال تتحسوا به بحال بيض فيه شي، تيتسكر عاوتاني من جديد. ولا كان السكر قليل تيتخمر، تيخمر لينا، تتخسر لنا الفريز الغيض، كيخسر كيتخمر كما كنقولوا الفريمونطاسيون. بالنسبه لي غادي نخليه واحد 3 ديال السوايع حتى 4 ديال السوايع، نخليه يرتاح عاد غادي نشعل عليه عافيه مهيله ونتلاقاو ديك الساعه. صباح الخير البنات، ها هو الفخيز ديالنا. البارح ما بقيتش طيبته، لانه البارح انا درته كنت معروضه وقلت غادي نجي دغيا باش نجي نخليه ديك 3 السوايع ونرجع. مي انا ما رجعتش بكري، مشيت عند صاحبتي ما رجعتش بكري، ما رجعت حتى لواحد الوقيته بالليل، وما كانش ممكن نشعل ليه، لانه هو خص تشعل ليه وخص تكون حداه عافيه مهيله وخصو يتحرك اشاك فوا، خصو يتحرك. الوغ انا خليته حتى اليوم في الصباح، فقت بكري وغادي نشعل ليه، وراه ديجا هو طلق داك السيرو ديالو الفريز مع ديك سنيده. سنيده راه دابت ما بقاتش كتبان نهائيا، ولات كلها سيرو، والفريز هو طلق شويه ديال الماء. دونك دابا غنشعلو ليه وطبع على راحتو على عافيه مهيله، ومره مره نحرك عند الضروره ونتلاقاو من بعد ملي يوجد ان شاء الله. ها نتوما البنات شعلنا عليه ياك، وغادي نحط حدايا هاد شي زليفه ولا شي حاجه فاش غادي نبقى نحيد هاد الكشكوشه. هكذا كنحيدها شويه بشويه وكنحطها في الزلافه، بقى هذا كنحيد ها
غنحيد غنحيد غنحيد، وانا كنطيب فيما كتبان ليا كشكوشه تجمعات كنحيدها عاوتاني ونحطها في هذيك الزليفه صافي، ونبقى كنحرك ونتسنى حتى يطيب. نحرك الكشكوشه نعزلها حتى يطيب. ها هو البنات راه مازال ما طاب، داز 45 دقيقه، غادي نزيدو مازال واحد ربع ساعه. والكشكوشه هي كنحيدوها وكنحرك واحد ربع ساعه مازال خاصه. هاد الكشكوشه كنبقى هادو كنحيد فيها شويه بشويه، مازال واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه نزيدها ليه. ديك الساعه حنا عينا ميزاننا من 45 دقيقه حتى لديك ساعه وربع. هانتوما البنات الكونفيتور ديالنا دابا وجد، راه كيبان لكم اللي بغى يطيبو اكثر من هكا يطيبو. المهم انا سيبان لي الله يجعل البركه خدمني شي ساعه وعشرين دقيقه بالضبط اللي خدمني، مابقى فيه لا ما لا والو. ها هو كاين اللي كيزيد ليه ورقه نص ورقه ديال الجيلاتين باش يزيد يتجمع بزاف، يجي بحال يجي مجموع. انا تيعجبني هكا، وكندير غير شويه باش دغيا كيتكال. ها هو تخيل مختار كيبان لك معسل. ودابا من بعد ما غسلنا القراعي ديالنا وعقمناهم في الماء طايب 10 ديال الدقائق، نشفناهم مزيان، غادي نعمروهم بالكونفيتور. الكونفيتور ديالنا كما قلت لكم خاصو يبقى يكون دافي ما يكونش بارد مزيان. والقرعه باش نعمروها كنميلوها بحال هكذا وكنهزو الكونفيتور كنعمروها بشويه باش ما تكونش لينا فقاعات هوائيه. هذوك الفقاعات الهوائيه هما اللي كيخمروا لنا الكونفيتور، الوغ باش كنتفاداوهم كنعمرو بحال هكذا القرعه تكون مايله كنعمرو. دابا سالينا، وتاكدوا انه تكونوا عمرتوا القرعه كلها مزيان باش ما كتخلوش ديك الطبقه الهوائيه فين كتكون من فوق الكونفيتور اللي هي كما قلت لكم كتخمر وكتخسروا لينا باش كيبقى لنا مده طويله. هنردو هذه البلاصه وهذا بما انه بابي وراه ورقه، غادي نغطي هذه البلاصه بابي بفيلم اليمونتير نغطي. غادا نحط هذه عاد غادي نسد. ايوا فوالا، وفي التخزين ديالو ملي كنبغيو نحطوه كنحطوه بالمقلوب في بلاصه مظلمه. هذا الا درنا كونتيتي كثيره وبغينا يبقى لينا واحد المده طويله شي شويه نسبيا، حيت انا راسي تكال دغيا. دابا هذا عنده واحد يومين وغادي سالي، كنحطوه بحال هكذا بالمقلوب باش كنحافظوا عليه.
هذه هي النتيجة النهائية، نتمنى تكون عجباتكم. غير واحد الحاجة نبغي نشير الانتباه ديالكم ليها قبيلة، فاش قلت لكم باللي راه خاص هذه كلها تعمر حتى اللفة وديروها بشكل مائل، الى رديت البال غنحاول نزوميها لكم. شفتوا هنا هذه الفقاعة، هذه قبل ما تسدوا القرعة تأكدوا ان هذه الفقاعات ما كاينينش. غنحاول معها بحال هكذا، غنحاول معها حتى هذه الفقاعة هذه غتسد، غادي يخرج من هذاك الهواء ما غاديش يكون. هادو الا كنا غادي نخلوه لمدة طويلة، بغينا يبقى عندنا سيمانة مثلا، نخزنو سيمانة ولا اكثر، خاص نتاكدوا ان هاد الفقاعات ما كاينينش، حيت هاد الفقاعات هما اللي كيتسببوا لنا في التخمر، فقاعات ديال البرد ديال الهواء هنا. دونك انا هذه عمرتها عاديه باش نوريكم الفرق بين انه الا عمرتها مايله وعمرتها كلها ورديتوا البال من الفقاعات ما يتكونوش، من الا شديتو عمرته غير عادي ها انتم النتيجه. انا هذه مازال غادي نحاول معاها حتى غادي نحيد منها هاد الفقاعات هادو، نعمرها مزيان وغادي نسدها بحال كيما وريت لكم. وبصحة والراحة. قبل ما نسالي قبل ما نختم، واحد لاستيس اللي غادي نعطيها لكم اليوم هي انه اللي كيطيب الفريز وما مساليش يبقى جالس مقابله ويحيد منه ديك الكشكوشه البيضاء اللي كتكون فوق الفريز، يعني بغيتي تحطي فوقها فيها مهيله وتنقصي عليه وتخليه طيب على راحته بلا ما تبقاي مقابله كل ساعه كتهزي في هذيك الكشكوشه، كترمي فيها واحد طريف ديال الزبده صغير، شويه ديال الزبده كترمي فيها، ما كيخليش ديك الكشكوشه تنوض بزاف. مي انا تعجبني بحال هكا لانه كما قلت لكم كنبغي دوك ثلاثه المكونات الاساسيه، السكر الفريز وعصير الحامض والما خلاص باش كتخلطوا باش كيتكون هذاك السيرو. ما بغيتش ني لوغو الزبده ني نزيد حتى شي حاجه فيه. اللي ما بغاش ديك الكشوشه يبقى يهزها ويتفاداها يدير طريف ديال الزبده، واللي مثالي قابلو ويخرج واحد الكونفيتير يا سلام، يجلس يقابلو بحال هكذا. بصحه والراحه، سلام عليكم.